السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم أبو مريم التونسي. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. وحشتوني جدا، بقالي كذا يوم ما بعملش فيديوهات أطلع فيها بنفسي، بس طبعا النهاردة طالع أحتفل معاكم بمفاجأة جميلة جدا هتفرحني، فرحتني ومفرحة ناس كتير حواليا، وهتفرح كل اللي هيشوفها بإذن الله النهاردة. النهاردة يا جماعة أنا جالي الدرع الفضي، درع اليوتيوب، درع 100,000 مشترك. طبعا دي حاجة جميلة جدا بالنسبة لأي يوتيوبر وبالنسبة لأي حد عامة في الحياة العادية. انت بتكون مبسوط جدا وبتفرح جدا 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 لما تلاقي نفسك عملت انجاز بتاخد عليه جايزة او هدية، ايا كانت القيمة بتاعت الهدية ديت، هي بتكون قيمة ذاتية مش قيمة مادية. فطبعا النهاردة الحمد لله جالي درع اليوتيوب الفضي. طبعا الدرع زي ما احنا شايفين كده مقفول، لسه متبرشم اهو يا جماعه، ما فتحتوش، تمام، مقفول اهوت باللزق بتاع المصنع او بتاع الشركه او بتاع الجمارك بعد الفحص بتاعه في الجمارك. في ناس طبعا كتير كانت بتكتب لي في تعليقات من ساعه ما وصلت لل 100,000 مشترك، وطبعا بقالي فتره واصل لل 100,000 مشترك، يا ابو مريم انت ليه ما عملتش فيديو لدرع اليوتيوب، او ليه ما عملتش فيديو نحتفل بيه او نفتح فيه درع اليوتيوب مع بعض؟ فطبعا يا جماعة الدرع ما بيوصلش لليوتيوبر اول ما يوصل ل100,000 مشترك. طبعا انا وصلت ل100,000 مشترك، بياخد وقت اليوتيوب عشان السيستم يعرف ان انت وصلت خلاص ل100,000، وكمان بيعمل مراجعة للاعضاء اللي عندك او المشتركين اللي عندك، وبيبدأ في ان هو يحذف منهم الاعضاء الوهميين او الاشتراكات الوهمية. فالحمد لله احنا قناتنا ما فيهاش اي اشتراكات وهمية. طبعا بعد ما بينزل على السيستم خلاص ان انت وصلت ل100,000 مشترك، بتعمل ريكويست للشركة او بتعمل ريكويست لادارة اليوتيوب، بتقول لهم ان انا دلوقتي وصلت ل100,000 مشترك وعايز استلم الدرع الفضي. فطبعا الادارة بتاعت اليوتيوب بترد عليك وبتقول لك خلاص احنا هنراجع القناة بتاعتك ونشوف اذا كنت انت وصلت فعلا ولا لا، وهنبعت لك باخر التحديثات رسالة على جيميل. طبعا جات لي رسالة على الجيميل ان انا اخد الكود اللي هستلم بيه الدرع الفضي ده. طبعا الكود دوت بدخله على الموقع اللي بستلم منه الدرع الفضي، وبعمل طبعا بحط عليه البيانات بتاعتي وبحط عليه الاسم اللي انا عايزه يظهر على الدرع. طبعا انا حطيت اسمي على الدرع اللي هو ابو مريم التونسي بالعربي وبالانجليزي زي ما هو معمول اسم القناة، ما حبيتش ان انا اعمل اي اسامي تانية لان ده الاسم اللي انا اتعرفت بيه واللي الناس كلها عرفتني بيه وعرفت القناة بيه واشتركت على القناة بيه. فطبعا يا جماعة بتكتب الاسم والبيانات بتاعتك وكل حاجة وبتبعت للشركة البيانات ديت. طبعا بيطلب منك ان انت تدخل اسمك بالكامل والعنوان والجيميل بتاعك ورقم تليفونك عشان الشركة تبعت لك عليه الدرع ده مع شركة شحن. طبعا شركات شحن زي الشركات اللي احنا عارفينها زي مثلا ارامكس او الشركة اللي اتبعت لي بيها ده شركة يو بي اس، تمام كده. طبعا الدرع بيتصنع خلال يومين ثلاثة، بيكتب لك عليه طبعا، هو الدروع كلها موجودة عندهم، هو بس بيكتب لك عليه اسمك وبعد كده بيشحنه لك مع الشركة، والشركة بتجيبه لك خلال من اسبوعين لثلاث اسابيع. فهو ده طبعا اللي خد مني الوقت الفترة اللي فاتت دي كلها ان انا لسه بعمل الفيديو بتاع الدرع دلوقتي. طبعا الحمد لله ربنا كرمني والدرع ده جه وصل هنا عندي الخصوص امبارح. درع يا جماعة بيطلع من امريكا للامارات ومن الامارات للقاهرة ومن القاهرة للقليوبية عندي هنا في الخصوص، والحمد لله كلمني المندوب امبارح واستلمته منه. ناس كتير جدا فرحت بيه من اللي حواليا، وانا عن نفسي فرحان بيه جدا جدا جدا. طبعا ما رضيتش ان انا افتحه ولا اشوف حتى شكله ايه الداخلي، سايبه مقفول متبرشم زي ما هو لحد ما اعمل الفيديو. طبعا هنشوفه مع بعض واحنا بنفتحه، تمام كده، احنا بنفتحه انا وانتوا بنفتحه، لان الانجاز ده مش بتاعي لوحدي، انا بقدم محتوى، انتوا اصحاب القناة، انتوا اللي بتتفاعلوا في القناة، انتوا اللي بتخلوا القنوات تعلى او القنوات تقع. مشتركين القناة هم عصب القناة، هم قوة القناة. فانا كل اللي عليا ان انا بقدم محتوى، ممكن يكون المحتوى بتاعي كويس بيعجب ناس، ممكن يكون المحتوى بتاعي مش كويس فما بيعجبش ناس تانية. فطبعا الناس الموجودة عندي او الناس المشتركة عندي في القناة، معنى وجودهم او اشتراكهم عندي في القناة ان هم بيحبوا المحتوى بتاعي او بيحبوني انا كشخص، تمام كده. فده
طبعا دليل نجاحنا، دليل نجاحنا ودليل الحب ودليل ان في فعلا محتوى مهم ومحتوى ناجح ومحتوى هادف اتقدم، وان في تفاعل على المحتوى دوت وحب المحتوى ده. خلي بالكم يا جماعه، ايا كان وجود اي شخص عندي بيديني تعليق سلبي او تعليق محبط انا لا التفت اليه نهائي، الحمد لله ما بلتفتش لاي تعليق محبط. اي حد بيديني تعليق محبط او تعليق سلبي او شتيمه، كل اللي انا بعمله حظر من القناه، مش هشوف لك تعليقات بعد كده تاني. فخلاص يعني انا بحب اريح دماغي عشان الناس اللي عايزه تستفاد تستمر في الاستفاده. طبعا الكلام الناس زي الحجاره او زي الطوب، لو هتاخد الكلام ده كله على دماغك الكلام ده كله هيوقعك ويموتك، انما لو هتحط الكلام ده تحت رجليك هيرفعك ويعليك لفوق. فالحمد لله ما التفتش لاي حاجه واستمريت في طريقي، استمريت في الهدف بتاعي ان انا اقدم الحاجه اللي انا بحبها، الحاجه اللي انا بفهم فيها، الحاجه اللي انا ناجح فيها استمر فيها. ناس كتير بتقابلني بتقول لي احنا بندعي لك يا ابو مريم على المحتوى اللي انت بتقدمه وعلى النصايح اللي انت بتقدمها، وانت انقذتنا من حاجات كتير. في حمام كان عندنا بيبقى مريض والحمد لله تابعنا ولقينا علاج اكيد ولقينا نتائج ايجابيه 100%. فالحمد لله يا جماعه ده بيكون فضل من ربنا، ان ربنا يوفقك حتى لو انت مش ده تخصصك العلمي او العملي، فانت دي هوايه بالنسبه لك قدرت ان انت تخش فيها وتفهمها، وقدرت ان انت تطور نفسك فيها وتبحث فيها وتوصل فيها النتائج مرضية ونتائج ايجابية، فدي بيكون فضل من ربنا ان هو بيوفقك للحاجة اللي انت بتعملها دي. فعشان ما طولش عليكم اكتر من كده، طبعا انا كنت حابب ان انا ادردش معاكم وافضفض لكم بالحاجات اللي انا مبسوط بيها والحاجات اللي انا فرحان بيها. دلوقتي هنفتح الدرع ده مع بعض، نبدأ كده ونقول بسم الله. طبعا هم مبرشمينه ولازقينه، يعني دي عليه دي متبرشمة عليه، تمام اهي فكناها تمام، وهو ملزوق برضو باللزق. تمام كده يا جماعة فكينا البرشمة اللي عليه، دلوقتي هنشيل اللزق. تمام كده، وهنفتح مع بعض في هنا برضو لزق، وبسم الله. طبعا هنا ده حاطين قطع سفنج عشان يحافظوا بيها على الدرع ما يتبهدلش، تمام اهي. وده هنا كارت التهنئة، تمام. وده هنا برضو كارت من اليوتيوب اهو يا جماعة، تمام. وده كارت التهنئة اهو، تمام كده. وده الدرع، طلعوا بقى من الكرتونة عشان نشوفه مع بعض. اهو يا جماعه، طبعا هنا اهو ابو مريم التونسي بالعربي وبالانجليزي بنفس طريقه اسم القناه اهو. اهو يا جماعه ابو مريم التونسي بالعربي وبالانجليزي زي ما احنا شايفين مع بعض كده. انا مش شايف ورا عشان الصوره ظاهره لي على الشاشه مقلوبه، تمام كده. طبعا اشعار اليوتيوب، وهنا الرسمه بتاعه اليوتيوب، وده جزء مرايه ازاز، تمام كده. ده الدرع، طلع بقى من الكيس. اوه الحمد لله. اهو.
طبعا انا كنت قلقان من حته ان الاسم يجي معكوس او ان يجي الاسم بالعربي على الشمال مش على اليمين، فالحمد لله هو جه بالشكل اللي انا كان نفسي ان هو يجي بيه. طبعا ابو مريم التونسي بالعربي على اليمين، وعملت الشرطه اللي في النص دي، وعملت ابو مريم التونسي بالانجليزي على الشمال. وطبعا يا جماعه الكلام دوت معمول بارز، فطبعا شكله جميل جدا، والدرع كله من المعدن تقريبا ألمونيا، فبيكون معدنه تقيل، وزنه تقيل يا جماعه، هو داخل في حوالي كيلو. تمام كده اهو ما شاء الله الحمد لله. فطبعا يا جماعه الحمد لله ده توفيق من ربنا، ودي اول هديه او اول جايزه اخدها بجد اكون مبسوط بيها، اول جايزه في حياتي بجد اخدها واكون مبسوط بيها بالشكل ده. ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم دايما، واقدر ان انا دايما اقدم لكم المعلومه الصحيحه، المعلومه الصادقه. قبل اي شيء اقدم لكم المعلومه ان يكون ربنا راضي عنها، واقدم لكم المحتوى بشكل محترم، بشكل مفهوم، بطريقه يفهمها اي حد، سواء غاوي مبتدئ او غاوي قديم او مصري او خليجي او اي دوله، طالما بيعرف اللغه العربيه يقدر ان هو يفهم المحتوى بتاعنا ويستفيد منه. فده طبعا النهارده كان الاحتفال معاكم بدرع اليوتيوب، درع الفضي، درع المئة ألف مشترك بفضل الله، بكرم الله، وباستمراركم ووجودكم ودعمكم المستمر ليا. وشكرا لكل اخواتي مشتركين القناة. عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده هقفل معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوكم ابو مريم التونسي.